بص احنا تعالي نتكلم الاول في انشاء الاتحاد دوت كانت ايه الاستراتيجيه بتاعت معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي ان احنا نعمل اتحاد للالعاب الطاوله والضمنه والحاجات دي. هو كانت سياسته ان احنا نخلي نجمع الناس اللي بتلعب على القهاوي والحاجات ديت لبيئه صالحه ان انت تمارس فيها اي حاجه، بعيد عن التدخين، بعيد عن اي حاجه غير صحيه. فده كانت سياسه دكتور اشرف ان احنا نعمل الاتحاد دي. عندنا احنا بنتفرج على تاني بطوله للجمهوريه عشان منها نختار منتخب مصر اللي هيشارك في بطوله العالم ان شاء الله في امريكا السنه الجايه. والاعداد معانا دلوقتي حوالي 200 لاعب ولاعبه، يعني احنا شايفين من كله، شايفين ذوي احتياجات خاصه، شايفين اسوياء، شايفين اقزام، قصار القامه، كلهم بيشاركوا في النشاط اللي احنا ورانا. البطوله دي رقم 2 في بطوله الجمهوريه الثانيه. احنا عملنا البطوله الاول في شهر 8 اللي فات. البطوله دي شارك فيها حوالي 250 لعيب. احنا البطولات دي اولى سلسله البطولات المؤهله لكاس العالم. احنا شاركنا في كاس العالم السنه اللي فاتت كان في الدومينيكان بثلاث لعيبه، حققنا مراكز كويسه. فاحنا السنه دي ان شاء الله هنعمل اكتر من بطوله، عن طريقهم هنختار احسن العناصر عشان نعمل منتخب مصر ان شاء الله. هنصفي عن طريق رانكينج ان كل بطوله هيبقى ليها نقط معينه، عن طريقهم هناخد احسن 30 عنصر ان شاء الله، هنعمل بيهم تصفيات داخليه، دولت ان شاء الله هيشاركوا في كاس العالم ان شاء الله في امريكا في شهر 10 القادم. طبعا بطوله العالم كانت تجربه جديده بالنسبه للواحد، ان بطوله ضمنه والواحد يسافر فيها وهو كبير، دي كانت حاجه جديده. وغير الثقافات المختلفه اللي بره بتلعب ناس من مختلف انحاء العالم، الموضوع كان شيق وكان ممتع في نفس الوقت. لكن بالنسبه للبطوله هنا التنظيم بقى افضل من المره اللي فاتت، الاعداد كترت عن المره اللي فاتت، بقى في صعوبه في التنافس، يعني الموضوع كل مدى بيتحسن اكتر عن الاول، عن بطوله الجمهوريه اللي فاتت. شاركت في بطوله الجمهوريه للضمنه المضاعف السنه اللي فاتت بس ما وصلتش للادوار النهائيه، يعني ما حرفنيش الحظ، بس الحمد لله السنه دي شاركت وكسبت الاثنين راوند اللي فاتوا، يعني ان شاء الله تكمل على خير. بلعب منتخب مصر قصار القامه، وجاي هنا سجل حضور في بطوله الضمنه للجمهوريه للمره الثانيه على التوالي باسم نجوم مصر تحت قياده الكابتن علي شعبان. الراعي الرسمي بتاعنا هو اللي منظم الفريق، وبلعب كرة قدم، ولعبنا بطولة في المغرب، بطولة أفريقية في المغرب، وخدنا أول كأس عرب في شرم الشيخ هنا تبع برضو منتخب مصر بكسر القامة.